لا، محطتنا الأخيرة لليوم عن علم الطاقة، طاقة الفصول وتحديدا فصل الصيف يلي عم نستعد لاستقباله. كيف فينا نستثمر هي الطاقة إيجابيا مع خبيرة الطاقة ضيفتنا الدائمة غالية البغدادي. يسعد صباحك وصباحك. وألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، تسلمي لي. صباح الخير غالية. صباح النور حبيبتي، منورين اليوم. تسلمي، نورك هذا حبيبتي. غالية، دائما نحن اليوم عم نحكي عن طاقة الفصول. دائما الناس بتقول انه الصيف هو فصل الحيوية والطاقة والنشاطات، غير صيف غير الشتاء شوي الخمول. قديه فعلا هذا الفصل له هيك طاقة؟ اكيد هلا طاقة فصل الصيف غير، بتحسيها. ليش؟ لأنه بتبلش الألوان تطلع، يعني بتمشي بتلاقي الخضار، بتلاقي الزهر، بتلاقي وين ما مشيتي، يعني حتى إذا بدك الطعام تبع غير، يعني الفواكه تبع خضرة الصيف غير، بتحسي كل شيء فيه طاقة، كل شيء فيه حيوية، الألوان بتتجدد. يعني على مستوى مثل ما حكيت صحن فواكه إذا بدك تحطيه بتحسيه مشكل كل الألوان، الأحمر، الأخضر، الأورانج، هالشغلات، هذا كله بيعطي طاقة يعني للشخص. حالك أنت نفسياً مرتاحة. طيب خلينا نحكي كيف فينا نستثمر هي الطاقة بفصل الصيف. في كتير ناس بتقول لك أنا ما بحب فصل الصيف لأنه في شمس وشوب والحرارة بتكون مرتفعة، كيف فينا نستثمر هي الطاقة إيجابية؟ تمام. هلا هدول الاشخاص اللي بيقولوا لك شمس وشوب، نفس الشيء بالشتاء بيقولوا لك برد ومطر، فهن بيكون عندهم مشكله. هلا نحن لازم نحب كل الفصول، ولازم تكون طاقتنا يعني مع كل الفصول، الطاقه عندنا تكون جاهزه بكل الفصول. يعني فصل الشتاء حبيه مثل ما هو وعيشيه وانبسطي فيه، بس تنزل مطر عيشي هي الحاله، انزلي وقفي تحت المطر. وفصل الصيف كمان نفس الشيء، كمان حبيه مثل ما هو. اما نحن بس نبلش نعمل اي شيء، يعني تجهيز مثلا بده يجي الشتاء، يا الله اجى الشتاء، هلا بدنا نبرد وهلا كذا وهلا، نزعتي كل الشتاء تبعك. ونفس الشيء بالصيف، هلا الشوب وهلا الشمس وهلا كذا، كمان نزعتي الصيف تبعك. لا بالعكس، حبي الفصل، كوني مبسوطه بالشيء اللي عم يجي. هي نقطه. النقطه الثانيه، بحب كل الناس انه تطلع تتمشى، تشوف الخضار، تقعد بالجناين، يعني يعملوا نزهه، يعملوا تفريغ للطاقه السلبيه اللي موجوده عندهم. خصوصي هذا السيران اللي ما عم انه يتكلفوا او شيء، لا هذا السيران الشعبي يلي انت بتعدي على الارض لو بالجنينه، يعني تحطي مدة او تحطي اي شيء. هلا انا بالنسبه لي حتى ما تحطي شيء، عدي على الارض الام، يعني عدي على الارض هيك، خلي التراب اللي على الارض بالجنينه او منطقه الارض. تمام، تاخذي منطقه الارض، بس حطي النيه، لانه عنا بعلم الطاقه النيه تسبق اي عمل. فعدي على الارض وحطي النيه، يعني تسحيب كل شيء طاقه سلبيه. قولي، اطلبي من الارض الام باستاذنك انك تسحبي كل شيء طاقه سلبيه، شوفي قد ايه حترتاحي. ما بننسى انه نحن في عنا مركز الطاقه الاساسي اللي هو باسفل البدن، شاكره القاعده، فهون بيكون انت قعدتي على الارض وعطيتيها الامر انه تنظف، فحتسحب، حيصير عندك مثل دوامه ببلش من على الرأس وبتسحبها كلها الأرض الأم. حتى إذا انسندتي على شجرة، عطيها الإذن، قولي لها أنا انسندت عليك، نقي بالشجرة تكون حلوة وقوية وخضرة وطاقتها كتير حلوة، عدي وانسندي وقولي لها عطيني من طاقتك، يعني وحطي وقت ليلى بدي استأذنك 5 دقائق، اعطيني منطقتك، وعدي هيك بسكون وهدوء، شوفي الطاقه اللي بتجيكي. بس كثير مهم انك تنقي شجره تكون كثير حلوه، يعني غلط انك تعدي مثلا على شجره يابسه او شيء بتقولي لا اعطيني منطقتك. هي الشغله كثير مهمه انها تكون شجره كثير هيك قويه وتعدي كثير، حتنبسطي فيها. نعم. يعني غاليه، حكينا سابقا عن اهميه الرياضه. هلا بعض الناس بتقول انه الرياضه بالصيف ومع الشوب والوقت وكيف بدي اعمل. خلينا نحكي عن الاوقات اللي ممكن الناس تلعب فيها الرياضه وتستفيد من هي الطاقه الايجابيه حتى بالصيف. تمام. هلا بالصيف اهم شيء الرياضه لازم تكون بكير، يعني على 6-7 بالكتير، يا ستي إذا بيتأخروا شوي بالنوم 8، بس المهم هدول الأوقات. أما من بعد كتير صارت صعبة، في ناس تستبدلها بوقت مسائي. كمان وقت المسائي تمام، بس بدنا نعرف شغلة، اللي بده يعمل دايت أو تنحيف الوقت الصباحي هو أفضل للرياضة. الوقت المسائي ما بتحرقي كتير، الوقت الصباحي بيكون جسمك جدا نشيط، فبتلعبي رياضة بيصير دبل. الوقت المسائي منيح للي بدهم يلعبوا حديد عضل، شغلة للشباب يمكن أكثر. أما نحن كسيدات خصوصي لإنقاص الوزن هي الرياضة الصباحية. هي الشغلة. الشغلة الثانية بدي أحكي عن التغذية، استمتعوا بكل شيء بوقته. يعني مثلا هلا وقت الخضره الفواكه الـ يعني استمتعوا بوقتها هلا كله. يعني انا ضد انه مثلا نفرز او كذا، لانه كله بيفقد من قيمته. اما انت لما بتنبسطي انت عم تاكلي، هلا مثلا نزل الفول، نزل البازاليا، كلي كتري منه بكتره لان هلا وقته، فكلي منه لانك حتستفيدي منه دبل. يعني مثل وقت الشتاء وتقول كيلو برتقان، كيلو تفاح، لان هلا وقته، كمان حتستفيدي دبل. اما انك تاكلي شغله على فكره مو بوقتها او تطلعيها بالفريز، على فكره شغله ما انا منيحه وبتضرنا ما بتنفعنا. اما لما بتكتري من اكل الموسم، يعني وقت بيكون هو بموسمه
رهيب، بيصير عندك طاقة مو طبيعية، يعني تستفيدي دبل على طول من الشغلتين. مثل وقت الرمان، قديش أنا حكيت إنه استفيدوا من الرمان، على قد ما هو كتير مفيد للدم، كتير مفيد لأنه بيعطينا طاقة كتير حلوة، إنه قد ما فيكم نشربوا. في ناس بيقولوا لي لا نحن حطينا بالفريزر، لك لا هذا ما بيصير، أنتوا خلي هلأ هو تازة، استفيدوا من هذا الشيء، لأنه كتير الجسم بياخد طاقة جدا قوية، فيستفيدوا من هلأ الخضرة اللي موجودة. يمكن يستمتعوا بالشيء بوقته، هي أهم نقطة عم نحكيها معك غالية. خلينا نحكي عن ألوان الصيف اللي هي فعلا بتمنح طاقة إيجابية، بتبلشي نهارك مثل ما قلتي مثلا بلون جميل أو ابتسامة كمان. أكيد. هلأ بلشي نهارك بابتسامة حلوة، بتصبيحة حلوة، كلمة صباح الخير، يسعد صباحكم، بكلمة جملة إيجابية تبلشي تمام، يعني نهاري حلو، كل شيء إيجابي، بلشي على طول نهارك بكلمات إيجابية، شوفي قديه حتبلش معك يعني كيف حيخطب معك النهار وكيف حيكون نهارك. أنا عندي صديقة مثلا يطلع الصبح بلشنا نهارنا، أنه أنا بقول لها بلشي نهارك نطلع الصبح يوم جديد، لا من الساعة 6 للمساء خلاص. هلأ هي على فكرة هي صارت عندها كارما كونية، يعني بس تتردد الكلمة تثبت عندها شيء بالكون، فصارت مستحيل، يعني خلص في شيء عندها خالص على طول حتحسي ما فيها تلغي. تمام، يعني لا فينا تلغي أكيد فينا تلغي، بس هي عم مثل سلسلة حتكرمع. لا بلشوا بشغلات حلوة، يعني نهاري حلو، صيفي حلو، بلشوا بالألوان الصيفية. هلا بما أنه صيف هدول الألوان بتعطي إشراقة، بتعطي حياة، بتعطي مع الصيف بتحسي كتير يعني طاقة جسمك بتتغير. وأنا بتمنى من الكل أنه ياخدوا بس وقت استراحة بسيط، يطلعوا مثلا مكان في خضار يمتعوا نظرون، أو إذا اللي بيقدر بحر أو شيء، يعني يستمتعوا أو يستفيدوا من هذا الوقت، لأن كتير حتتغير نفسيتهم وطاقتهم. يعني غالية كمان نحن اليوم بداية الامتحانات عند طلاب المدارس، وقريبا امتحانات أيضا الشهادات، وهي بتزامن مع فصل الصيف، ففي كتير طلاب تتحجج بالجو أنه ما عم بعرف الدروس، الدنيا شوب، الكهرباء مقطوعة، شو ممكن نقدم لهم نصيحة؟ تمام، هلا هذا حجه الطالب اللي ما بده يتوش، اذا صار معه شيء بيقول لك ايش شوبت او كهرباء او شيء. هلا في شغله، هلا عن جد اللي بده يدرس يدرس لو شو ما كانت، يمكن كنا ندرس على الشمعة اذا بدك على الشمعة فعلا ما قلت لنا يدرس على الشمعة، بس لازم يكون الطالب مبسوط بكل شيء عم بيعمله، يعني تعايشنا وضعه وتعايشنا معه، فلازم يكون مبسوط بكل شيء عم بيعمله، ويلي بده يدرس عن جد هو اللي بيلاقي الوقت. يعني بعمرك سلمى ما تستني انت الفرصه تجيكي، انت بدك تطلعي الفرصه، انت بدك تخترعي الفرصه، ان كان لدراسه او لعمل او حتى لسعاده او حتى لفرحه، لانه على طول نحن اللي بدنا نختلق الفرص، يعني ندور عليها، ما نستنى فرصة تجينا أو حتى نستنى إنه هذا الوقت طفت الكهرباء، والله أنا كنت أدرس وطفت الكهرباء ما عاد قدرت أدرس. لا، أنت فيك تخترع أي شيء، أو فيك أنت تطلع الفرصة المناسبة لحتى تدرس فيها. هلا أنا بتمنى من طلابنا ما ينضغطوا كتير بدراستهم، ويخلوا وقت لهم عن جد، يعني ولو نص ساعة بالنهار يطلعوا يشوفوا بس خضار، يمتعوا نظرهم، يغيروا طاقتهم، ويرجعوا يردوا على الدراسة، لأنه الدماغ حيتنشط. يعني هاي نقطة كتير مهمة هلا لطلابنا. طيب غالية، خلينا نقدم بعض النصائح لجميع مشاهدينا، كيف فعلا فينا نحن نستثمر نهارنا بطريقة إيجابية، لأن نحن قد ما حكينا يمكن في ظروف معيشية وحياتية عم نعيشها، في ظروف حرب يمكن استنزفت جميع التفاصيل الجميلة لدى المواطن السوري، مع ذلك إرادة الحياة مستمرة، بتلاقيه رغم كل الظروف طالع على الشغل عم يحاول يعمل شيء جديد بالحياة. تمام. هلأ شوفي نور، الحياة مستمرة، يعني خلص الحياة ماشية فينا وبلانا الحياة ماشية، فأنت اللي بدك تطلعي السعادة، أنت اللي بدك تشوفي وين السعادة، أنت اللي بدك تكوني تحبي حالك. أنا بقولك يعني عطول وبرجع بقول أنه حبي حالك، دللي حالك، شوفي الشيء اللي أنت بفرحك، أنت شوفي الفرص اللي بتفرحك عمليا، ما تستني شيء من حدا، أو لا تستني حتى أو لا تعملي شيء بالحياة لمقابل، أني يعني أنا عملت هيك لحتى يجيني مقابل، هي بتكون قمة التعاسة، يعني تكون أنت ما عم تشتغلي شيء صح. عطول حبي حالك، دللي حالك، حتى اهدي لحالك هدية، واعملي كل شيء بالحياة بدون ما تستني مقابل، يعني اعملي هيك انه انا عم بعمل لانه هيك انا 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 صح، ماني مضطره اني حدا يقابلني بشيء، او انا عم بعمل هيك كرمال يجيني شيء، لا، يعني حبوا حالكم وحبوا الحياة، ورددوا على طول الكلمات الإيجابية، وحتى خلي صباحاتنا يعني إيجابية مع بينات بعضنا، يعني وشوفي الشغلات الحلوة برفيقتك قوليها، شوفي الشغلات الحلوة اللي لازم نحن نقولها، ما على طول يكون صباحنا نقد إنه ليش هيك وليش هيك لابسة وليش هيك عاملة، تبلشي نهارك أول ما تفوتي شو بوشك أصفر، شو هذا إنه إي تمام يعني طاقة يعني إيجابية حرام إي تمام، فبتصيري شو مني أطلع ما أطلع شو عم يصير، لا بالعكس خلي على طول كلماتنا إيجابية حتى شوفي كيف حياتنا تدريجيا
تدريجيا حتتغير. اكيد يعني غاليه، نحن كمان دائما هيك من خلال تواجدك معنا بناخذ هي الفسحه من الطاقه الايجابيه. بدي اتشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك، وان شاء الله كل اوقات مشاهدينا طاقه ايجابيه. ان شاء الله يا رب. اكيد حبيبتي، نشكرك الدكتوره غاليه بغدادي خبيره بعلم الطاقه، شكرا لوجودك معنا والف مبروك للمره الثانيه. شكرا حبيبتي، خليكي.